نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وأخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات، من بينها محافظة كفر الشيخ اللي أكدت أنه تم تطوير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بمطوبس لتعزيز خدمات المستثمرين. في محافظة القليوبية مديرية العمل بتوفر حوالي 181 فرصة عمل جديدة بثلاثة مصانع. كمان في المنيا تم الكشف عن 1594 حالة بالمجان خلال قفلة طبية من ضمن حياة كريمة. وفي أسيوط تم إتاحة خدمات استخراج الجوازات يومين أسبوعيا بجامعة أسيوط، وده تسهيلا على الناس. خلينا نتابع تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي. أخبار كتير شهدتها المحافظات. محافظة كفر الشيخ أكدت أن المنطقة الصناعية بمطوبس بتشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة لتعزيز التنمية الصناعية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الصناعية وتعزيز المناخ الاستثماري وتحقيق قفزة صناعية تسهم في تنمية الاقتصاد بشكل مستدام وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في الأنشطة الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج المحلي والعمل على دعم وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة والنهوض بها لرفع معدلات التنمية. مديرية العمل بالقليوبية أعلنت توافر 181 فرصة عمل شاغرة لعدد من التخصصات المطلوبة لسوق العمل ضمن النشرة القومية للتوظيف، وبيتم التقديم على الوظائف في مكاتب العمل والمديرية والوزارة وحتى اكتمال الأعداد المطلوبة. مديرية الصحة بالمنيا أعلنت تنفيذ قافلة طبية من خلال فرق طبية تضم نخبة من الاستشاريين والتمريض للكشف والعلاج مجاناً. وقعت القافلة الكشف الطبي على 1594 حالة في تخصصات مختلفة وتحويل 12 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 127 من أهالي القرية. أعلنت جامعة أسيوط عن أيام عمل خدمة استخراج الجوازات بمقر مجمع الخدمات ليصبح يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، ضمن اهتمام جامعة أسيوط بتيسير الإجراءات الرسمية الخاصة باستخراج الجوازات على أبناء الجامعة ومنتسبيها في إطار الحرص على تخفيف الأعباء الحياتية وتحسينها بشكل مستمر. أطلقت جامعة طنطا نسختها التجريبية الأولى من تطبيق إلكتروني مخصص لحجز مواعيد التنسيق لطلاب الثانوية العامة لتسهيل وتنظيم عملية تسجيل الرغبات للطلاب بمكتب التنسيق داخل الجامعة والحد من التزاحم، مما يسهم في تيسير الإجراءات للطلاب وتحقيق الكفاءة الزمنية والخدمية. مديرية التموين بالشرقية أكدت أن ما تم توريده من الأقماح بلغ 620 ألف طن قمح لمواقع التخزين بنطاق المحافظة وسط اهتمام بالغ، وبيعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة، وده لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي واعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية. في الأقصر شهدت حركة البالون الطائر في البر الغربي إقبال مميز من السائحين القادمين من حول العالم للاستمتاع بالسياحة والأثار والطبيعة الساحرة في شرق وغرب محافظة الأقصر، وحلقت حوالي 55 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 1150 سائح وسط أجواء من البهجة والفرحة بين الجميع.